السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. برنامج أبناؤنا في الزمن الصعب. أبناؤنا هم الأمل المشرق الذي يستحق الاهتمام به حتى يؤتي ثماره وليتحقق الهدف. كان لابد من حمايتهم من الأفكار الدخيلة وأن تزرع فيهم المبادئ النبيلة. برنامج أبناؤنا في الزمن الصعب، إعداد وتقديم الدكتور سالم العجمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد والقبول. لا زال حديثنا حول تنشئة الأبناء على التربية الصالحة، وأن هذه البذرة التي يبذرها الوالدان في بداية حياتهم وبداية هذه العلاقة الأسرية ومن قبل أن يأتي هذا المولود، فإنهم يبذرون هذه البذرة بالدعاء وأن يرزقهم الله عز وجل قرة العين. فإذا جاء هذا المولود طبقوا هذه الأمور النظرية وما كانوا يتخيلونه أنه سيعملونه مع هذا الابن أو هذه الابنة، يبدأون بتطبيقه على واقع الحياة. ولذلك جميل أن يستشعر الإنسان أن هؤلاء الأبناء أمانة عنده وأنهم سيغادرون منزله بعد وقت قصير. وهذا هو حال الدنيا، إذا لم تفارق الإنسان في موت فإنك ستفارقه في حال الحياة، حتى لو كان هذا الفراق فراقا جزئيا. وترى الإنسان ربما تراه في كل يوم، ثم بعد ذلك لربما تراه في كل أسبوع، وربما من كثرة الأشغال الملحة. وترى هذا من واقع الحال، أن أناسا كنت تجتمع معهم في كل يوم أو في الأسبوع تجتمع معهم مرة أو مرتين أو ثلاث، تزدحم بك الأعمال حتى إنه ليكون رؤيتهم بالنسبة لك شيء من الفوز والظفر، بحيث أنك لا تلتقي بهم إلا بعد كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر أو لربما نصف سنة. هذا إذا كان ثم تواصل أصلا من ناحية مواصلتهم بالهاتف ونحو ذلك. هذا حال الحياة، لأنه كلما ازدحمت أعمال الإنسان ومسؤولياته كلما ضاق عليه السبيل إلى الوصول إلى ما يريد. فهؤلاء الأبناء هم ضيوف عندك وأمانة، ولذلك إذا علمت أنهم في وقت قصير سيبقون عندك، وهناك وقت أقصر منه وهو وقت التوجيه ووقت الدلالة، لأنهم سيكونون آخذين بما تقول في فترة من الزمن، وأنت قادر على تشكيلهم وهدايتهم والبيان لهم في فترة معينة. ثم بعد ذلك فإذا بالأبناء قد صاروا آباء وكبار ولربما أبعدوا عنك، فأصبحت لهم حياتهم الخاصة وأصبح توجيههم من الصعوبة بمكان. فلذلك الواجب على الوالد والوالدة أن يحرص في هذه الفترة التي يكون أبناؤه في كنفه وتحت رعايته، يحرص على توجيههم وتربيتهم. أعطهم وقت وأعطهم انتباهك لهم، وادرس نفسياتهم وافهم شخصياتهم، فإن ذلك يساعدك في تربيتهم. وإذا مررت بظرف فيه شيء من العسر فاعلم أن ذلك عابر، وإن مررت بوقت ممتع وسعيد فقدر لهم ذلك، واعلم أنك اليوم معهم
وأنهم في الغد القريب مفارقون، فاستمتع معهم بحياتك والعمل معهم ولا تغفل عنهم، فإن أنت غفلت عنهم حدث ما لم يكن بالحسبان، ولا يكون هناك وقت للندم لأن بعض الأمور لا تستدرك. إخواني وأخواتي، كم هو جدير بنا دائما حينما يبدأ الأبناء في مسألة شق الطريق في الكبر، يبدأ بعض الآباء يمتن عليهم بما يقدمه لهم، وكذلك الأمهات تتعامل مع أبنائها وكأنها قدمت لهم شيء من الأمور التي خرقت بها مستوى العطاء. كان بعض الناس دائما لما يأتي فيخبرني بأنه فعلت لابني وابنتي كذا وكذا وكذا، وأرى منه نفس الامتنان وكأنها منة منه، كنت أجيبه بشيء بسيط وصغير، كنت أقول له هذا واجبك، لماذا تمتن بشيء هو واجب عليك أصلا؟ يعني أنت ما فعلت شيء، أعطيت شيء هو من الأمور التي أنت لك منة فيه، وإن كان الوالد له على ابنه منة، من ناحية أن بعض الآباء والأمهات يرعون أبنائهم، وفي الجانب الآخر أناس مهملون لا يقدرون هذه التربية، بل إنك تعجب من رحمة الله عز وجل كيف حفظ الله لهم أبنائهم وهم كانوا في منتهى الضياع والغفلة عن هذه الأسرة. فلما يأتيك أحد الناس ويقول لك أنا قدمت، أو أنه يأتي لأبنائه دائما ويقول أنا أعطيت وأعطيت وأعطيت، بعض النساء تشكي إلى زوجها وتقول له فلان ما يسمع الكلام، فلان فعل بي كذا، أو أنه كلما عاتبها زوجها بتصحيح بعض الأخطاء قالت أنا فعلت لهم وفعلت لهم. هذا واجب، ليه نستشعر أن هذه الأمور هي أمور نقدمها من باب أن وكأن لنا منه؟ هذا واجب عليك أنت إذا أردت أن تعمل عملا صحيحا. اعلم أن الأعمال تدور بين جانبين، جانب الفضل وهو أنك تعطي فوق المطلوب منك، وجانب هو جانب الواجبات وهو أنك تؤدي الشيء الذي هو مطلوب منك. ثم بالجانب الآخر، هؤلاء الأبناء والبنات كما أنك كنت تعطيهم في وقت من الأوقات، هم أعطوك أيضا، هم أعطوك بفضل الله عز وجل أن أسبغوا على هذا البيت شيء من روح الدعابة، شيء من روح المرح، أضحكوك في يوم من الأيام وأنت محزون، ولم تفلت الأمور من قفشة طيبة فيها شيء من معاني المرح في هذا البيت بسبب هؤلاء الأبناء والبنات، ولربما يوفقون أحيانا ببعض الردود التي يلقيها الله عز وجل على ألسنتهم يكون فيها شيء من الاستشعار النفسي للوالدين بقية اليوم، أنهم يعجبون أن فلان يتكلم بهذه الطريقة أو يقول كذا وكذا. إذا نترك هذه المسألة وهي مسألة وكأننا نؤدي شيء هو أمر نحن به متفضلون، مسألة أن يكون الإنسان هو يستشعر أن أباه وأمه لهم فضل، هذا أمر طيب، لكن أنت لا تستشعر هذا الشعور مع أبنائك ولا مع بناتك، لأنك دائما إذا أردت أن تعمل بنجاح قل أن هذا واجبي وأنا أؤديه، وأنت بذلك سيخلف الله عز وجل لك خير، فلربما يعطيك الله عز وجل ويفتح لك أبواب الرزق بسبب بنية يعطيك إياها. قال الله عز وجل نحن نرزقهم وإياكم، تأمل الآية نحن نرزقهم وإياكم، قدم رزق الأبناء على الآباء، وأنه لربما يجرى عليك الرزق بسبب هذا المولود الذي جاءك. إذا تشوف بعض الناس لما يعطى بنت نسأل الله العافية يتمعر وجهه كعمل أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني هوان أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزر. هذه البنت
ليس أنت الذي تملك رزقها. وكم من البنات حزن أبوها على أنه أعطي إياها ثم ما لبث أن يكون سعيدا إذا كبر، قربت له البعيد وآوته لما كبر وكانت به رحيمة، وهي التي تداويه وهي التي تعالجه وهي التي تعمل له أكبر الأعمال التي لا يعملها عشرة من الولد. فهذا رزق الله عز وجل، فأحمد الله عز وجل عليه. وإذا أعطي ولد حتى لو كان واحدا لا ينظر إلى الناس أن عندهم عشرة وعشرين، لكن انظر أن غيرك محروم، وانظر إلى أنه ربما هذا الولد إذا قومته على تربية حسنة يفعل ما لا تفعله قبائل، ويعمل ما لا تعمله فصائل. فإنه يفتح الله عز وجل على يديه رفعة ذكر والديه بالصلاح والخير، وأنت ترى واقع الحال، بعضهم يمدحه الناس وهو أحد، لكنه يجمع الأخوات ويجمع الخالات، وأهله دائما في بيته ومستأنس في حياته، وبعضهم قد يكونون عشرة قد نزع الله منهم البركة. لكن أنت لما يكون عندك هذا الابن وهو في كنفك، وهذه الابنة تكون في رعايتك وتحت رعايتك، استشعر دائما أن هؤلاء ضيوف، وأن هؤلاء أمانة عندك، وأن هناك فترة زمنية تستطيع أن تغرس فيها ما تريد، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تفعل ما كنت قد تستطيع أن تفعله في فترة من الفترات. ولذلك قال العرب: الطفل أبو الرجل. ويعني هذا أنه داخل كل طفل منا توجد ملامح الرجل الذي سيكونه في المستقبل. ويعني هذا أن أحداث الطفولة هي التي تحدد جزءا كبيرا من شخصياتنا واتجاهاتنا، فلا بد أن يكون الإنسان واع لهذه المراحل، وأن يتعامل وفق هذا المنظار حتى يكون آخر أمره محمود. نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.